السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين ومشاهدين. اليوم معنا ديفندر اكس 2021. الديفندر اكس تعتبر أيقونة معروفة عند اللاند روفر من فخامة للتطعيش والقوة. طبعا الموديل ده من التسعينات لازال يمشي ويعتبر من يعني علامات قوية ورفع مبيعات لاند روفر عقب ما نزل. واللي معنا اليوم اكس تعتبر أعلى فئة يعني مجهز للتطعيش، حتى يوم يختبرون اختبروا بافريقيا ما شاء الله، وكله يعني زي الرانجلر زي الجي زي يعني سيارة ما شاء الله جبصة، سيارة يعني حربية ما شاء الله مثل ما تقول. طبعا تفتح الشاشة تفتح فتحة السقف زي الرانج روفر اس في ار، طبعا كل الرانج روفرات نفس النظام ما شاء الله. طبعا يعتبر الديفندر اكس موتر ده السفاري، يعني موتر رحالة ما شاء الله، حتى مبين من الفتحات اللي هنا، هنا بو فتحة تحط به اللي انت تبي، وهنا شو اسمه برضو خزنة عشان بو هنا شاحن عشان تحط جوالك، وهنا شو اسمه مكان للتخزين وهنا مكان للتخزين وتحت مكان للتخزين وهنا وتحت وثلاجة، يعني هذه الثلاجة. الموتر ما شاء الله ما شاء الله لا يعلى عليه. طبعا الموتر منافسين منهم اللي هو للديفندر الجي كلاس والرانجلر. ليش الرانجلر؟ لان السياره مخصصه بالاعدادات والانظمه للطرق الوعره وللسفاري وغيره من الاكشن باور. الانظمه مثل انظمه اللي هو رانج روفر والاس في ار، هذا التحكم وتقدر تخصص الزر، هنا المكالمات وهنا اللي هو التحكم بالشاشه، هنا الفويس كوماند وهنا التغير الصوت، هنا حقة التحكم بالمسارات والرادارات، هنا اللي عليها العلم. طبعا كاميرات خلفية الجميع اللي هو الجهات 360، وكاميرا عين الطير وعين سمكة وعين حوت اللي ينتبي. الجير 8 سرعات ما شاء الله. الهيدروليك أسرع منه ما شفت ما شاء الله، ينزل ويرقى بسرعة خيالية. هذه اللورينج هنا تنزل وترفع الهيدروليك، هنا اللي هو الثبات عند النزول، هنا الحفاظ على بنزين اللي هو اوتون اون اوف، وهنا التكييف ولله هنا برضه كل التحكم بالتكييف، منفذ يو اس بي سي ويو اس بي اي، منفذ سياره صراحه جاي الداخلي اك ما شاء الله. هنا اللي عليها العلم، ها النظام أول مرة بحياتي أشوف مثل هالسيارة يعطيك أبعاد ومقاييس السيارة، يعني هذه بصراحة أول مرة تبي بالمتر ولا بالقدم تشوف أبعاده وتشوف وزنية السيارة، بصراحة ذي أول مرة بالنسبة لي. فيه اللي هو قراءة مستوى الماء وقراءة الطريق، يعني مثلا أنت بلبر خلاص السيارة تبر مجروحة إنه تشغل الأنظمة وكل شيء بلبر. وفيه اللي هو حقة الحوض، لا منك دخلت برسك ولا دخلت أي شيء يبدأ هو يقرأ الطريق ويقرأ كم رقيت وكم الحد المسموح، وترفع السيارة وتجهز أموره كله. هذه الميزة اللي مميزة بالديفندر. طبعا الديفندر 22 والفرق بين ال 21 و 22، ال 22 تجي شاشة أكبر فقط تجي 22 إنش، الأنظمة والسيستم والداخلي والديكور وهذا كله نفس الشيء. السيارة كلها يعني شلون حقة رحالة، يعني بدل ما تتجهز لك مساعدات وغربله وما أدري وشو ذا، السيارة ما شاء الله جاهزة للتطعيش ولا يعني المسافات بعيدة، وما شاء الله السيارة لك ولزمن ما شاء الله. اللي معنا الإكس تعتبر فل الفل، عندك بروجيكتر وشاشة وشاشة هنا، ها هنا إعدادات القيادة، طبعا التحكم بالتكييف هنا لا جيت تلفه وتعدله، نفس اللي هو نظام هنا التحكم بالوضعيات، هنا ثلج وهنا إن شاء الله لا جانا ثلج نجربه. ما شاء الله السيارة يعني تب التب ما شاء الله، لكن صعبة أقيم لكم السيارة هل هي فعلا اسم على مسمى أو أنه يعني بس كذا شكل، إلا لين أجربه على البر وبإذن الله له مقطع بينزل دعمكم وتفاعلكم نجربه بإذن الله. طبعا السيارة كلها خصبة وجبصة، يعني
من قوة القهر تقدر تجيب له منه غسل السيارة برا، خلوا يغسله الداخلي مرة واحدة ما شاء الله. السيارة يعني جيت هيكل عظمي ما شاء الله ما شاء الله، والمساحة اللي ورا أوسع منها ما شفت، يعني شفت سيارات فخمة يعني، والراكب اللي ورا متضايق، لكن بالديفندر وسيع جدا ما شاء الله. طبعا في ديفندر بي 90 وبي 110 وبي 130. البي 90 هو اللي معنا اللي هو بابين، والبي 110 اللي هو أربع بيبان، والبي 130 اللي هو صندوق. ما شاء الله عندك فتحات السقف ما شاء الله، مع السقف بانورامي ما شاء الله. السيارة يعني صراحة موتر موتر ما شاء الله، متكتك ومريح يعني. طبعا بحكم أني شفت مقاطع يمدحونه أريح من الجي، وبإذن الله في مقطع مقارنة بينه وبين الجي كلاس، كلهم مقابض يعني بصراحة. تركب الداخل إذا والجي كلاس يعني تقريبا نفس الشيء يعني، هذا الجي كلاس به مقبض وشاشتين وكذا يعني. بإذن الله في مقارنة ونشوف وش الفرق. وهذا المفتاح نفسه الاس في ار ما شاء الله ما شاء الله، سيارة بصراحة. وهنا مكان برضو هنا محافظة أكواب، يعني كل شيء يعني كسروا خربوا ما شاء الله. الموتر زي اللوز ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هنا مقبض الأبواب ما شاء الله ما شاء الله. وهذه كانت تغطيتنا السريعة الديفندر إكس. But never Fender is as at home on the road.